بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد عشان نتكلم عن علاج الاسهال. الاسهال اما اسهال حاد وده بيبقى يوم او يومين وبيزول دون ان احنا نستخدم العلاج، او اسهال مزمن ده بيجي على فترات طويله وبيختفي وبيعود مره اخرى. ده غالبا بيكون بكتيريا موجوده في المعده او ميكروب. المستمر ده بيستمر لاكثر من 3 ايام، وده بيسبب فقدان وجفاف المريض لان المريض بيفقد معظم سوائل جسمه. العلاج المبدئي عشان نعوض المريض عن السوائل اللي فقدها في الاسهال شوربه الخضار، شوربه الدجاج، العصاير. ما بنفضلش استخدام الميه لان الميه ما فيهاش المعادن اللي بيفقدها الجسم. الحلبه، معلقه من الحلبه على كوب من الحليب من الحاجات القويه وعلاج ايضا الاسهال. الجنزبيل المحلى بالعسل، الموز. الموز بيحتوي على كميه هائله من البوتاسيوم، والاسهال بيفقدنا نسب عاليه من البوتاسيوم، فاحنا هنعوضها بعصير الموز مثلا او اكل ثمره الموز من الحاجات العلاجات القويه للاسهال. خل التفاح يعتبر محارب للبكتيريا، معلقه من خل التفاح على كوب من الماء ونشربها مرتين في اليوم، ده علاج امن وفعال للاسهال. الزبادي بيحتوي على احماض طارده للسموم والبكتيريا اللي بتكون بتسبب الاسهال في الامعاء. الجزر محارب قوي للاسهال. قشر البرتقال بيسيطر على الاسهال